مش مهم بعد كده طلع ولا ما طلعوش، انت زكريا عزمي دخل السجن، وكنت اسوق دخل السجن، وحبيب العدلي دخل السجن، وحسن عبد الرحمن دخل السجن، ومحمد ابراهيم سليمان دخل السجن، ومبارك وعلاء مبارك وغير مبارك وكم. ففي لحظه من اللحظات ستجد يعني اراده اخرى تدفع فوق ارادتك، طبعا وقوه اخرى البعض تدفع. يعزو ذلك، ولا قطعا لكلامك، البعض يعزو ذلك انه هي المجموعه العسكريه ازاحت بعضها بعضا خوفا من التوريث وجمال مبارك والى اخره، وليست فقط تاثير الشارع والشعب والمعارضه والقوى التي حازت، يعني استغلوها فرصه لتجديد انفسهم كحكم صحيح عسكري. اتفق مع هاي صحيح الاطروحه؟ نعم تفضل. لا صحيح، الناس استغلت، ولكن مش هي اللي نزلت الناس الشارع، هم استغلت وجود الناس في الشارع للقضاء على مشروع خاص بالتوريث، لكن هم مين؟ مش هم اللي نزلوا الناس الشارع، هم قدروا، هم يعني ترفع عليهم القبعه في اداره البلاد في فتره بطريقه معينه حسب ما يرون، ووجهوا الدفع حسب ما يرون، لكن مين اللي نزل الناس الشارع؟ الشعب نفسه، والقوى الوطنيه الموجوده هي نزلت الناس الشارع. ولو فأنت كان حضرتك يقدر يقول اللي نزلهم أول مرة اللي هو الشعب نزل، الشعب يوم 25 يوم ولغة 28 المعارضة والحركات الشعبية التي صحيح ذكرت قبل، صحيح هي لا زالت موجودة سنتعرض لها، لكن الشعب نزل أول مرة، ممكن ينزل مرة ثانية، ما فقدت الأمل ممكن ينزل حضرتك؟ مرة ثانية، وليس يعني وقد تجد في لحظة من اللحظات كل الخيوط بتهرب من إيده أو من إيدك، يعني بعد 18 يوم في يناير الخيوط هربت من إيدك أنت، طيب انت لكن ليش قبل كده لازم، ليش لازم المعارضه خلينا نسميها او القوى الوطنيه او المطالبين بحقوق الشعب المصري بدون تصنيفهم، لماذا يعني هاي طريقه اللي هي استمرار الضغط على النظام وادواته والى اخره، هل يتوقع ايضا انه طرق اخرى ممكن تجدي مع النظام انه يكون في مبادرات، يعني ماشي اضغط عليه اعلاميا وحقوقيا لكن هل ممكن شعبيا، هل ممكن ايضا تعطيه انت تفتح له شباك منفذ، ولا ايضا لازم تسكر عليه الطريق ارحل؟ هو التجربه بتقول هو اشطر منك في موضوع المبادرات، يعني طول لو هنروح احنا الاثنين لترابيزه واحده هو اشطر منك. لازم انت الاول تكسر رجله عشان يقعد على الترابيزه وهو مكسور رجله، ما انت لكن انت بتقول لو انت رحت حرك له الشارع، انا بشوش عليه فهو يخاف من الشارع، لازم الشارع يضغط. طيب احنا بنقول خوفنا الشارع، طب انت عاوز ايش بعد ما تعمل عليه الضغط كشارع؟ ايوه، ما حينما هل يكون في طلباتك، الشارع هل طلباتك عملية ولا أيضا إما أنا أو أنت، هي يعني هي معادلة فكرية؟ طبعا المعادلة الصفرية دي أنا لا أؤمن بالمعادلة الصفرية، أيوة. لا يعني قضية المعادلة الصفرية قضية ودتنا في داهية، النظام أيوة. ما بيمشي بالمعادلة الصفرية، وعد المعارضة أطلقوا لفظ المعارضة الصفرية، وده لفظ غير يعني غير جيد، لكن في الآخر وأنت بتتعامل مع النخبة دي أو التغمة الحاكمة دي ينبغي ان يشعر في الاخر ان لديك نقاط قوه وانت على الترابيزه. نقاط القوه دي الشارع، نقاط القوه دي الناس المكتظه في لحظه من اللحظات وانت بتفرض شروطك. وفي الحاجه الثانيه انت معاك تجربه، انت لديك تجربه 25 يناير، جيت هو اول مبارك مشى انت عملت اقمت الافراح وليالي الملاح واطلقت النيران في الشوارع وقلت ايه خلاص الشعب انتصر. في الحقيقه دي تجربه الشعب المصري يتعلم منها والمعارضه تتعلم منها، ان انت عشان تاخد حقوقك خليك لغايه ما تفرض حقوقك، خلي الشارع سند ليك وظهير ليك حتى تحصد على كامل حقوقك، لكن هو يؤرقه الميدان فانت فضيت له الميدان خلاص، فاصبحت المعادله ما كانتش يعني خلاص نقاط القوه اللي عندك بقت اقل من عنده. في الاخر احنا كلنا بنتعلم، كلنا بنتعلم، لكن يبقى المعارضه وتوجهها ثم الرغبه في تحريك الشعب المصري لاكتساب اوراق ضغط قويه تجعلك في الاخر تقول يعني في الاخر انا النقطه اللي راجع عندي المؤسسه العسكريه ترجع خلاص كفايه لغايه كده، المؤسسه العسكريه لم تحكم مره اخرى. ترابيزه كل ما كان اوراقها قويه عليها كل ما فرضت اللي انت عاوزه. يعني حضرتك تقترح خلينا نقول الحل العملي الواقعي البراجماتي، بمعنى اخر سواء تريد ازاحه النظام او الثوره عليه او التفاهم معه او التعايش او الاصلاح او التغيير، بغض النظر عن يعني الصورة النهائية التي تبحث عنها، أصلاً لن يكون لك دور في أي حالة من الأحوال إلا أن تكون قوياً، وواحد صحيح. من طرق القوة اللي هي أن تكون مؤثراً في الشارع وفي الشعب صحيح. وأدواته الإعلام والقضايا المثارة والحقوقية وغيرها وغيرها. فإذا أنت صحيح. باختصار حضرتك تقول أنه تابعوا بكل ضغوطاتكم، وأيضاً هل تعيب على أحد أن يقدم مبادرة سياسية أو أطروحة أو غيره، ولا أيضاً تترك الميادين مفتوحة للجميع؟
تترك الميادين مفتوحة للجميع. يعني أنا مثلا أحيانا أقرأ مبادرات لمحمد أنور السادات، لا أستمع إليه بنظرية المتوجس، لا سيبه. يعني قد يكون ده بيفتح لك سكة في حتة تانية، قد يفتح لك سكة في إخلاء سبيل المعتقلين، في تأخير عن المعتقلين، في كذا وفي كذا. لكن سيب الكل يشتغل والكل يعمل، لكن خلي الجماعة الوطنية هدفها أن يشعر الشعب بها. إذا ما شعر الشعب بجماعة وطنية تتحدث عن قضايا، سيبدأ الشعب في التجاوب معها إلى أن تأتي لحظة من اللحظات. يعني لو تأتي في عمرنا 25 يناير ما كناش نتخيل أنه ممكن يجي زيها، لكن لأنها جت وشفناها لا، فالتوقع أن يجي زيها أو أفضل منها أمر. أيوة طبعاً المؤمنين أنه هي كانت تجربة قد تكرر بنضج أكبر لأنه الجميع تعلم وغيره وغيره، وهنا بعد شوي ولكن من غير استنساخ. أيوة يعني مش لازم نسيطر علينا ان احنا نستنسخ 25 يناير ميدان التحرير يوم 25 يناير من الساعة 8 واتصابات ومسجز والعالم العربي يردد في كل مكان هذا الاستنساخ غير مقبول. لكن حضرتك تؤكد أهمية وجود أطروحات، برامج، رؤى، وأنا أضيف وأسأل حضرتك إنه هل مطلوب أيضا أطروحات بين قوسين ما يسمى برنامج سياسي، أطروحة سياسية؟ يعني إحنا البعض مثلا جماعة الإخوان المسلمين طرحوا بعدة طرق على لسان أكثر من شخصية وبأكثر من تصريح على مدار سنوات مختلفة بأننا بين قوسين نريد التهدئة، نريد العودة، نريد الصلح، لا نريد المغالبة، لا نريد حتى المشاركة السياسية. أرسلوا رسائل كثيرة جدا، طبعا النظام كأنه لم يسمعها أو كأنها لم تصل أو لا يريد أن أسمعها وإلى آخره. لكن حتى لو لم يسمعها أو لم يستجب لها، هل على الجماعة الوطنية أو أجزاء منها أو مفكرين أو شخصيات أن تستمر بهذه الأطروحات؟ بأنه البعض يطالب بسقف عالي، لكن ممكن في البعض بتكلم عن سقف بين قوسين واقعي عقلاني جدا، نص على نص، نحل الموضوع، خفف من هنا اطلع من هناك إلى آخر. هل أيضا مع حضرتك مع مثل هذه الأطروحات؟ وإلا الموضوع موضوع حقوق مطلقة، عدالة انتقالية كاملة، وزيح الجيش كامل، وكل شيء كامل. يعني وحتى نظرية العدالة الانتقالية ملهاش صورة واحدة. العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا مختلفة عن العدالة الانتقالية في المغرب، مختلفة عن العدالة الانتقالية في دول أخرى، ليست لها نموذج واحد. يعني فليست هناك استنبة واحدة للعدالة الانتقالية. حضرتك مش أوتوبيان في الطرح، مش مثالي جدا بأنه نموذج واحد لا يوجد نموذج واحد في العدالة الانتقالية. وهابيل وقابيل وخير وشر وخلصنا. لا مفيش لا في ده أمر. الأمر الثاني ان العالم دلوقتي فيه العالم ليه اصحاب، وان في ناس بتحكم العالم، والناس اللي بتحكم العالم بتسيطر عليه يعني قد يكون محتاجين يروا منك صوت غير اللي وصلهم عنك. يعني انت مثلا بيصل صوت عنك ان انت مين قال ان انت كده، انت عنصري، مين قال كذا، ده ان انت عايز تبيد، ارهابي، عنفي، متخلف مثلا او انت مثلا ضد حقوق كذا وضد حقوق كذا. طبعا مع التمسك التام بالامور العقيديه، لكن في الاخر انت محتاج دايما في رسائلك تثبت ان انا لم اكن لخت من اختك، لان برضك فتره انت في اعلام ضدك بيشوه صوره النهارده كلها.